هنبدأ نتكلم على النوع الثاني من الأنستيزيا. هو ايه الفرق بين جنرال انستيزيا واللوكال انستيزيا؟ احنا قلنا في الديفينيشن بتاع جنرال انستيزيا اول شرط فيه ريفرسبل لوس اوف كونشس، ده اول شرط في الجنرال انستيزيا. طب اللوكال انستيزيا، اللوكال انستيزيا مفيش لوس اوف كونشس، يعني انا لو خدرت جسم العيان تماما ومفيش اي ديسورينتيشن ولا بقى ديسوشيتيف ولا مفيش اي تاثير على الوعي بتاعه، ده اللي هو بنسميه لوكال انستيزيا. كلمه لوكال انستيزيا مش شرط تعني حته صغيره، يعني زي ما هنشوف بعد كده في الليسون في ابلكيشن ان انا ممكن اخدر نص العيان تحتاني كله اللي هي السبايدر انستيزيا، فده اللي هو اول حاجه في اللوكال انستيزيا. يبقى اللوكال انستيزيا مفيش فيه لوس اوف كونشسنس. لو جينا بصينا على اي لوكال انستيزيا، اي لوكال انستيزيا بيتكون من تو كيميكال جروبس، يبقى في جروب هيدروفيليك، في جروب لايبوفيليك، وبيبقى واصل بينهم في بوند في النص واصلة بينهم. ده استراكشر بتاع اي لوكال انستيزيا. وبناء على الاستراك البوند اللي موجودة بين التو موليكيول دول ببدا اقسم اللوكال انستيزيا الى نوعين. اول نوع اللي هو بنسميه استر جروب، النوع الثاني اللي هو امايد جروب. بناء على البوم بقسمها الى نوعين، استر وامايد جروب. الفرق بينهم مهم جدا جدا جدا، اوكي؟ لازم نعرفه كويس علشان هو ده مش بيهمني قوي الاسامي، ممكن اجيب لك الاسم ومعاه نوعه هو ايه، امايد ولا استر، بس انا يهمني تبقى عارف الفرق بين الاثنين لان هم ليهم كلينيكال ابلكيشن مهمه قوي. اول حاجه الاستر جروب ده اول ما بيخش البلد، في عندنا في البلد انزيم اسمه سودو كولين استريز. اول ما بيخش البلد السودو كولين استريز بيكسره في البلد. معنى كده انه هو اول ما دخل البلد اتكسر. هل في لايبيليتي انه يلحق يخش اي تشو؟ عشان كده يبقى في مينيمال ريسك اوف سيستميك توكسيستي، مينيمال ريسك. ليه؟ دخل اتكسر ما لقاش يخش تيشو فما عمليش اي سيستميك، ما راحش على اي اورجان وابتدى يعمل عليه توكسيستي. لكن لما بيتكسر في البلد ده بيتحول الى بابا ديريفاتيف، بارا امينو بنزويك اسيد ديريفاتيف. فاكرين ده ستراكشر كان يشبه ها السلفوناميد، ده ستراكشر يشبه السلفوناميد. واشهر عيب في السلفوناميد هايبر سيستيم، علشان كده معاه ريسك عالي قوي انه يبقى في هايبر سيستيفيتي. تاني الاستر
أول ما يخش البلانت اشتغل عليه السود وكولين استريز يكسره فما يلحقش يخش أي أورجن فصعب قوي إن تلاقي منه أورجن توكسيستي ما لحقش يخش لكن لما بيخش ويتكسر بيتكسر لبابا دريفيتيف وبما إنها بابا دريفيتيف فبالتالي حاجة تشبه السلفونامايد بقى في عندي ريسك أوف هايبر سنسيتيف هنا بقى سؤال هل الجينيتيك فاريابيليتي ممكن تأثر على الديوريشن اوف اكشن بتاعه؟ لما تقول الأسهم ليه عالي ليه؟ منين؟ هنعليه منين؟ هو بمزاجنا نعليه؟ ها؟ فاكرين العيان اللي كان بيجيله ساكسينايل كولين أبنيا؟ العيان اللي كان عنده ديفيشنسي فيل سودو كولين استريز يبقى هنا ناخد بالنا ان ممكن يكون في فارماكو جينيتيك فاريابيليتي في صوره ايه بقى؟ ها العيان اللي عنده نقص في سودو كولين استريز تتوقع الديوريشن اوف اكشن اوف استر ايه؟ يبقى ده كده في الاستر جروب طبعا الاستر جروب في بقى ممبرز في بروكين في البنزوكين طبعا البنزوكين ده لا يستعمل الا سيرفيس انستيزيا فقط ما هو ملوش اي بنتريشن لكن بيستعمل فقط سيرفيس انستيزيا فالبروكين البنزوكين دول كاكزامبل على الاستر جروب يبقى اي استر لوكال انستيزيا في مواصفات الاربعه اللي انا قلتهم اهم عندي من اساميهم مش هاممني انك تحفظ روكين بنزوكين مش هاممني لكن هاممني انك تبقى عارف ان ده مكتوب جنبه استر تايب كلمه استر تايب دي بتعني ان هو فيه واحد اثنين ثلاثه اربع مواصفات في الاستر تايب طب لو هو امايل بقى اهو كسر بسوء كولين استريز مينيمال ريسك اوف سيستميك توكسيستي اسمه فايبر سنسيتيفيتي فارماكو فيزيك فاريابيليتي لو كان عنده نقص ده هتلاقي فيه برونج اكشن بتاعه طب دي هنسمعها جينيتيك العيال اللي عنده نقص في الانزايم ده هو ده حاجه جينيتيك يعني العيال لو عنده نقص هتلاقي فيه برونج طيب الامايد جروب الامايد جروب ده بيحصل له ميتابوليزم في الليفر يعني ده بيخش البلاد يقعد يلف في الجسم يقعد كل شويه حبه منه يروح البلاد الليفر سوري يحصل له ميتابوليزم جوه الليفر يقعد يلف في الجسم مده كبيره ايه بقى؟ ده متوقع منه ايه؟ قاعد يلف في الجسم. في لونج ديوريشن ها؟ في ريسك اوف سيستميك سايد افكت. يبقى ده كده بقى لونجر ديوريشن. بلاش كلمه لونج دي ابسوليوت كده لان هو هحط له حاجه تطوله اكتر، تطول ديوريشن اكتر. لكن هو بالمقارنه للاستر هيبقى ايه؟ ها؟ لونجر ديوريشن بالمقارنه للاستر. يعني اذا كان الاستر شورت هيبقى ده لونجر ديوريشن بالمقارنه للاستر. نمره اثنين ان هو ميتابولايزد في الليفر. الحاجه اللي في طبعا الريسك اوف هايبر سنسيتيفيتي فيه معاها موجوده بس ايه؟ اقل اكيد لان هو مش متحول الى بابا. امتى يحصل لونج برولونجيشن اوف ديوريشن اوف اكشن؟ في الليفر ديزيز. يبقى دي مواصفات الامايد جروب. في longer duration بالمقارنة للإستر هو بيتكسر في الليفر فيش ريسك قوي لهايبر سنسيتيفيتي ما اقدرش اقول نو فيش دواء ما فيهوش ريسك اوف هايبر سنسيتيفيتي بس ده ليس ريسك اوف هايبر سنسيتيفيتي معاه هاي ريسك اوف سيستميك توكسيستي وطبعا لو في ليفر ديزيز ها
هو ده اللي هيأثر على الديوريشن، يعمل لي prolongation of duration of action. ده يقع في الأمايد جروب أشهر ممبر اللي هو اسمه الليدوكين أو الليجنوكين، سمعناها قبل كده في الأريزميا، كان أنتي أريزميك كلاس 1 بي، فهو كان ليدوكين هو الليجنوكين. في البيوبيفاكين، في ميبيفاكين، في أسامي كتيرة. الفروق بينهم هو طبعا في الديوريشن اوف اكشن بتاعهم وفي البنتريشن، فدي في شويه فروق بسيطه بينهم، لكن كلهم بيلونج للامايد جروب اوف لوكال انستيك. بس يعني ده محتاجه وقت طويل قوي. ماشي قصدي، بس هو بيتأثر بالليفر. طيب دول بيشتغلوا ازاي؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاع اللوكال انستيك، عرفنا الفرق بينهم؟ الفروق عندي بينهم اهم من اسامي الممبر. انا ما يهمنيش حفظ اسامي، انا يهمني تبقى عارف ان ده امايد او اسم. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه طبعا ده لما بيتحقن ما بيتحقنش في النيرف، ممنوع انك تحقن لوكال انستيك في نيرف. فاللي بيحصل ايه؟ انا بحقن اللوكال انستيك حوالين النيرف، ادي النيرف اهو، فبحقنه حوالين جنبه كده. علشان اللوكال انستيك يشتغل اول حاجه لازم يعدي ثرو ممبرين، يعدي النيرف ممبرين اهو عدى. بعد ما يخش جوه هو علشان يعدي ثرو ممبرين يبقى لايبو ولا هايدرو؟ لايبوفيليك، يبقى هو كده عدى لايبوفيليك. بس للاسف اللايبوفيليك فورم مش هو الاكتف فورم. جوه النيرف يتحول الى ايونايزد فورم. واول ما يبقى ايونايزد هو ده الايه؟ الاكتف فورم بتاعه، يقوم جاي على الصوديوم شانل وقافلها. اقولها تاني، هو الاول يعدي ثرو ممبرين يبقى لايبوفيليك لازم. اول ما يخش جوه يتحول الى ايونايزد فورم، والايونايزد فورم ده هو الايه؟ الاكتف فورم بتاعه اللي هو يقوم قافل لي ايه؟ قافل لي الصوديوم شانل. وانس ان انت قفلت الصوديوم شانل كده البروفاجيشن اوف امبلس هتقف، فيوقف السنسيشن بتاعك. طبعا انت لما بتيجي تحقن لوكال انستيك احنا ما عندناش صعب قوي انك تلاقي سنسوري نيرف لوحده، بس في حاجه اسمها نيرف ترانك. ده بيبقى فيه ايه بقى؟ فيه موتور وفيه اوتونوميك وفيه سنسوري. فانت لما بتيجي تحقن طبعا بيبقى فيه برايورتي، هو ياخد مين وما ياخدش مين الاول. ففي سيوري مهمه قوي بتقول ايه؟ هو بيأثر على، فاكرين قلتها زمان في الاريزميا، يوز ديبندنت مانر. يعني ايه يوز ديبندنت مانر؟ بمعنى بسيط، كل ما كان النيرف بيشتغل ايه؟ اكتر، كل ما ده يتأثر اكتر باللوكال انستيك. ليه جايه الفكره منين؟ جايه من فكره شكل الصوديوم شانل، هي اكتف ولا انكتف ولا ريستنج، فهو بيأثر عليها. يوز ديبندنت مانر، كل ما كان النيرف فايبرز بيشتغل اكتر، كل ما يتأثر اكتر واسرع باللوكال انستيك. فانت لو عندك نيرف ترانك في سنسوري وفي اوتونوميك وفي موتور، مين اكتر واحد شغال طول الوقت؟ السنسوري طبعا، السنسوري، وبالتالي بيأثر على السنسوري.
يلي ممكن يلي في السرعة الأوتونوميك شوية، لكن غالبا آخر واحد هو الموتور نيرف اللي ممكن يتأثر. في فاكتورز بتأثر طبعا عليها، فكرة المايلين شيز، وجود المايلين شيز أو عدم وجوده، دي كلها فاكتورز مش هنخش في التفاصيل أكتر من كذا. يبقى كده أنا في حاجة مهمة في اللوكال أنستيك، أنا عايزه يعدي في صورة لايكو ولا هايدرو؟ لايكو. وبعدين جوه يتحول إلى هايدروفيليك علشان يقدر يقفل لي النيرف فايبرز. الخلطة دي بقى هي دي اللي هنتكلم عليها شوية بالتفصيل مع بعض. إيه الفاكتورز اللي ممكن تأثر على شغل اللوكال أنستيك؟ طبعا في عندي اول فاكتور فكره ان هو لو هو كان سيستميك وماسك في البلازما بروتين، اكيد طبعا البلازما بروتين ايه؟ ها؟ هتطول الديوريشن اوف اكشن. لكن في حاجه اهم، حد يقول لي ايه تاثير اللايكوفيليستي؟ كل ما كان لايكوفيليك ها؟ هيعدي اكتر. كون بقى انه يشتغل او ما يشتغلش دي قضيه ثانيه. يبقى اللايكوفيليستي مهمه عشان ايه؟ يعدي ويخش جوه النيرف. طب تعالوا بقى نشوف لاهم تو فاكتورز، هو دول اللي نعرفهم كويس قوي. هتكلم على بي اتش والبي كي اي بتاعت الدواء، وهتكلم على ان انا لما اضيف على الدواء فازو كولستيرول. طبعا اللي بتحط على الليدوكين، بس اي حد راح دكتور اسنان بتبص تلاقي ليدوكين ادرينالين، فيعني لازم بحط معاه، او يعني غالبا بنحط معاه حاجه فازو كولسترول. تعال بقى نتكلم على البي اتش والبي كي. نرجع كده ايام زمان اول ما كنا بنتكلم، حد فاكر البي كي دي كانت ايه؟ اللي هي البي اتش ات ويتش 50% اوف دراج ايونايز 50% ان ايونايز. وكنت بقسم لو نفتكر مع بعض، ادي البي اتش جريد من 1 ل 10، وكان عندي هذه هنا البي كي اي بتاعت الدواء، وكان الدواء عندي لا اسيد لا بيز. كده اقل من البي كي اي، كده اكتر من البي كي. طبعا الاسيد كان بيبقى قلت هنا ان ايونايز، ده اسيد ده كده ايونايز. حد فاكر معنى الكلام ده كان ايه؟ يعني لو جبت دواء اسيدك ها وحطيته في بي اتش ميديم ايه؟ ها؟ اقل من البي كي اي بتاعته، هيبقى غالبيته ايه؟ ان ايونايز. طب لو حطيته في بي اتش اعلى من البي كي اي هيبقى الغالبيه بتاعته ايه؟ ايونايز. وخلينا فاكرين ايه الفرق بين ايونايز وان ايونايز؟ ان ايونايز ليفيد سوليبل يقدر يعدي، الايونايز ده ووتر سوليبل ما يقدرش يعدي. وكان البيز عندي يبقى هنا ايه؟ ايونايز وهنا ان ايونايز. احنا واحنا بنتكلم على اللوكال انستيك، لوكال انستيك كلها ويك بيز. انا هلعب في الحته دي اهو. بمعنى حاجه اقول لك ان ده بيزك دراج، البي كي اي بتاعته اراوند من 8 ل 9 مثلا. تعالوا نبص ايه اللي هيحصل لو انت حطيته ها بي اتش ايه ها اقل من البي كي اي، يعني البي اتش كده بقى اسيدك ولا بيزك؟ بي اتش نزلت، تبقى حطيته في اسيدك ميديا هيبقى الغالبيه بتاعته ايه؟ ايونايز. طب لو انت حطيته في بي اتش ها اعلى من البي كي اي بتاعته، يعني خليت الميديم الكلاين، هيبقى معظمه ايه؟ ايونايز. فاحنا هنتكلم على الحته دي، وهي اللوكال انستيك از ويك او ار ويك بيز. تعالى كده بقى، انت حقنت هنا لوكال انستيك مبدئيا،
انت عايزه بره يبقى فورم انهي فورم؟ عايزه يعدي ولا ما يعديش؟ عايزه يبقى ان ايونايز ولا ايونايز؟ يبقى انت عايز هنا الميديم بتاعتك تبقى ايه؟ ها؟ الكالاين صح؟ ولما يخش جوه انت عايزه يتحول لايه؟ ايونايز ها؟ فعايز البي اتش جوه تبقى ايه؟ تنزل يبقى انا عايز هنا اسيدك. هو مزاجي قوي كده؟ الموضوع صعب بس هنشوف التطبيق دلوقتي. يبقى انت عايز بره الميديم الكلاين وعايز جوه النيرف الميديم اسيدك عشان يشتغل. طب تعالوا نبص كده مع بعض. قال لي لوكال انستيتيك حاجه زي الليدوكين مبدئيا كده. علشان يبقى ستيبل ويتخزن ويتحط في فايلز بيبقى معمول في صوره ليدوكين هيدروكلورايد اتش سي ال. ده علشان يبقى ستيبل اقدر اخزنه. يبقى نمره واحد انت اللي بتحقنه هنا اسمه ايه؟ ها؟ ليدوكين هيدروكلوريك صح؟ يعني انت بالبدايه حاطط ايه مع الليدوكين؟ حاطط اسيد ولا لا؟ ده كده انت الشرط ده موجود يعني حلو بالنسبه لك ولا مش حلو؟ طبعا مش حلو فهيأثر على كفاءته لسه. انت غالبا لما تيجي تحقن هنا عشان تخدر نيرف يبقى فيه انفكشن. الانفكشن عامل ايه في البي اتش؟ انفكشن عامل استراكشر في اللايزوزومز وبيخرج لاكتيك اسيد وبيخرج حاجات كتيره قوي. ها الانفكشن بيخلي الميديم ايه؟ مور اسيدك. الله. يعني انت بتحقن ميدوكين اتش سي ال ادي كده اسيد والميديم لو فيها انفكشن ها اسيدك. طب ده ياثر عليه ازاي؟ هيخلي معظم الدواء بره ايه؟ ايونايز. يعرف يعدي؟ ما يعرفش يعدي. يبقى دي اول قاعده. لما بتروح لدكتور اسنان وعندك انفكشن بيخلع لك ولا الاول يقول لك لازم اضيع الانفكشن؟ لانه لو حقق اللوكال انستيتيك في الانفكشن مش هيعرف يعدي. نمرة واحد يبقى الانفكشن ها تأثر على دخول الدواء. نمرة اثنين لو انا عايز اخلي الميديم دي الكالاين ناس فكرت انت ممكن في حاجة بنستعملها فور الكالينايزيشن ها فالناس فكرت قالت ايه؟ حط مع الليدوكين ده باي كارب. الباي كارب هنا اداني ايه؟ اداني الكالاين ميديم فخلى الدواء بره بقى ايه؟ ها مور ايه؟ ان ايونايز فدخل بسهوله. دي من ضمن الطرق اللي انت تتغلب بيها على الانفكشن والاسيدك ميديم اللي بره. محدش يقول لي طب ما ده كده هيأثر على اللي جوه. ها؟ خدوا بالكم ده هيفك الايه؟ ده مش هيعدي جوه يعني. ده كده مش هيعدي. لكن ممكن جزء منه يفك الى ها؟ سي او 2. السي او 2 ده لو دخل جوه هيخلي الميديم جوه ايه؟ اسيدك. يعني محدش بس يتخيل انه ان انا كده بوظت كمان دخوله. يبقى نمره واحد. انت بتحقن ليدوكين اتش سي ال. ده في حد ذاته. حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة، ليه؟ مقللالي الـ unionized form بره، فمقللة الـ penetration. نمرة اتنين، الـ infection في حد ذاته ها مزود الـ acidic medium، فمخلي الـ local anesthetic بره معظمه إيه؟ ionized form، وبالتالي برضه الـ penetration إيه؟ بيبقى قليل. علشان كده نيفر
انك تحقن لوكال انستيك في وجود انفكشن، تتوقع انه مش هيشتغل، وهتبقى فيها مشاكل. ما هقول لك دلوقتي. الحاجه الثانيه، لو عايزه يخش بسرعه ممكن تحقن مع باي كربونيت، يبقى دي كده لو شغله بره. طب دخلنا جوه النيرف، انت جوه النيرف بقى عايز تبقى الميديم بتاعتك ايه؟ اسيدك ميديم، فيبدا يحصل بالانس، جزء منه يتحول الى ايونايزد فورم اللي هو يديني الاكتف فورم بتاع الدواء، وده حققته ان انا حقنت معاه باي كارب. باي كارب بره يخلي الميديم ايه؟ الكلاين، بس ما يخشش، يفك الى CO2. CO2 يقدر يعدي، ما عنديش الممبرين، يعدي الممبرين فيخليه الميديوم جوه اسيدك عشان يحوله الى اكتف فور. يبقى باختصار ايه تاثير الميديوم على الافكت بتاع اللوكال انستيك؟ نقولها بقى باختصار، اسيدك ميديوم، ركزوا، اسيدك ميديوم بره النيرف حلوه ولا وحشه؟ وحشه، وهي دي اللي بتحصل في وجود الانفكشن. لو حقنت في وجود الانفكشن هتقعد تحقن ايه؟ جرعه. ساعات بنروح لدكتور الاسنان يحقن جرعه، ها حاسس ولا لا؟ اه حاسس. فيحقن ايه؟ يحقن الثانيه، صح؟ تخرج من عند دكتور الاسنان، اه هو اشتغل وخلص ضميره، بس حضرتك هتخرج من عند دكتور الاسنان بعد شويه هتحس بايه؟ انت دي كلها انت منمله وما انتش حاسس بيها. ده اوفر دوز يعتبر، ده لوكال بس، ده كمان ما دخلش سيستم. طيب الاسيتك ميديوم انترا سيلر، حلوه ولا وحشه؟ حلوه. ايه فائدتها؟ بتزود اي فورم؟ بتزود اللي هو الايونايز فورم بتاعي. يبقى خد بالك لما اجي اسال على اسيتك ميديوم، خد بالك قوي، هي فين؟ هي بره ولا جوه النيرف؟ لو بره النيرف دي حاجه وحشه، لانها هتزود الايونايزد فور اللي انت مش عايزه بره. لو جوه النيرف دي حاجه حلوه، انها هتزود لي الايونايزد فورم اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه جوه النيرف. رول مهمه قوي، ما تحقنش لوكال انستيك في انفكتد اريا، صعب، مش هيشتغل. وتقعد تستعمل ايه؟ تقعد تستعمل اكتر من دوز معين. ده فاكتور مهم قوي. الفاكتور الثاني، احط فازو كونستريكتور ولا لا مع اللوكال انستيك؟ اي لوكال انستيك عكس كل الادويه في الفارماكولوجي، كلمه ابسوربشن في كل الادويه بتعني بدايه شغله. اقولها تاني، كلمه ابسوربشن في اي دواء بتاخده بدايه شغل الدواء ما عدا اللوكال انستيك. كلمه ابسوربشن في لوكال انستيك تعني ترمينيشن اوف اكشن. انت حاقن اللوكال انستيك هنا في الحته دي، صح؟ لو حصل له ابسوربشن ودخل الدم، الحته دي ايه؟ راح منها الافكت. يبقى انت هنا عايز تعمل ايه في الابزوربشن بتاع اللوكال انستيك؟ عايز اقلله، فحط لوكال مع اللوكال انستيك، احط فازو كونستريكتور. يعمل ايه بقى الفازو كونستريكتور؟ يقلل الابزوربشن بتاع اللوكال انستيك، فيزول لي برولونج ديوريشن اوف اكشن اوف لوكال انستيك. طبعا في ناس كمان بتقول ان هو لان كده كمان الابزوربشن لما بيقل بيدي الجسم فرصه انه يتخلص بسرعه من الدواء، فكده كمان التوكسيستي بت ايه؟ بتقل شويه معاه. السؤال بقى، تحط ولا ما تحطش لوكال انستيك؟ ايه الحالات اللي ما اقدرش احط فيها فازو كونستريكتور مع اللوكال انستيك؟ طبعا لو انت هتحط ابينفرين، خد بالك بقى العيان اللي عنده حاجه كارديا، العيان اللي عنده هايبرتنشن، دي بريكوشن تاخد بالك منها.
طب لو انا مصر احط فاز وكونستريكتور ومش عايز استعمل ابينفرين، كان في بريباريشن من الفاز وبريسن، حاجه اسمها فيلي بريسن. فيلي بريسن ده بديل للابينفرين، ما بيعملش الكاردياك ستيميوليشن، ده اسمه فيلي بريسن. ممنوع منعا باتا استعمل لوكال انستيك مع فاز وكونستريكتور في حته بنسميها اند ارتريز. يعني ايه اند ارتريز؟ لو انت هتشتغل على الصباع ده، العقله الاخيره في الصباع، ما تحطش فاز وكونستريكتور. ليه؟ كانجرين. لو هتشتغل على التيب اوف نوز، حاجه في النوز، ما تحطش لوكال، ما تحطش فاز وكونستريكتور. يبقى ممنوع تحط فاز وكونستريكتور في حالة ان ار. يبقى الفازو كونستريكتور اهميته ها، بيقلل الابزوربشن، بيطول الديوريشن اوف اكشن، بيقلل السيستميك توكسيستي. لكن وانت بتحط الفازو كونستريكتور، لو هتحط ابينفرين، خد بالك كاردياك والهايبرتنسيف بيشنت، خد بالك لو مصر على فازو كونستريكتور حط حاجه اسمها اللي هو الفيلي بريسن. فيلي بريسن ما بيأثرش على الهارت، هتقدر تستعمله سيفلي في عيان مثلا عنده انجينا او عيان عنده اريزميا، ممكن تستعمل الفازو كونستريكتور. ايه عيوب اللوكال انستيك؟ نمره واحد، يعني لو حصل له ابزوربشن بيبدا الاول كده حاجات بسيطه في كونسنتريشن قليل، تبدا تحس بايه؟ تبدا تحس بتنميل ودراوزنس. اول ما التركيز بقى في الدم يعلى قوي، بص تلاقي العيان ده جاله سي ان اس ستيميوليشن فولود باي كوما. ده طبعا توكسيستي من اللوكال انستيك. فهو في لو دوز يبدا يحس كده بنمبنس، زي التنميل، يحس ان جسمه منمل، حاجه بسيطه كده مش قادر يتحرك. لو عليت قوي الدوز دخلنا في ستيميوليشن فولود باي سي ان اس ديبريشن. هكرر تاني، اوعى تحقن اللوكال انستيك في النيرف. لو حقنته في النيرف، النيرف باظ. يتحقن ايه؟ جنب النيرف. وهو بقى يعمل الشغلانه بتاعته اللي انا قلتها دي، يدخل وبعدين يتحول لاكتف ويشتغل بالنيرف. لكن اوعى تحقنه جوه النيرف. في ريسك اوف هايبر سنسيتيفيتي، مع مين اكتر؟ الاستر ولا الامايد؟ مع الاستر. في ريسك للاورجن توكسيستي، مع مين اكتر؟ وما تنساش الادفيرس افكت بتاعت الفازو كونستريكتور، ما تنساش دول. فاضل حاجه بسيطه بقى في دراج انتر اكشن، ودول يعني الحاجات دي مهمه قوي. هقول ثلاثه دراج انتر اكشن مهمين قوي. العيان اللي ماشي على اندرال، خد بالك، العيان اللي ماشي على اندرال، اندرال ده اللي هو مين؟ خد بالك كويس قوي، وانت بتديله ليدوكين او بتديله ليدوكين ابنفرين، في الحالتين في خطوره. لو ليدوكين بس اخطرته، انا قلت الليدوكين بيتكسر فين؟ الليفر. والاندرال بيعمل ايه في الهيباتيك بلاد فلو؟ بيقلله. يبقى كده الاليمينيشن بتاع الليدوكين هيقل، فكده يحصل له برولونجيشن اوف اكشن. تاني، الاندرال بيقلل البلاد البورتال بلاد فلو او الهيباتيك بلاد فلو. الليدوكين بيتكسر في الليفر، فانت لما تقلل الهيباتيك بلاد فلو كانك بتعمل ايه في تكسير الليدوكين؟ بتقلله، فيحصل له برولونجيشن اوف اكشن. طيب ايه مشكله الليدوكين بقى مع الابينفرين؟ الابينفرين لو تفتكروا كان بيشتغل على الفا 1 وبيشتغل على بيتا 2. الالفا 1 بتعلي الضغط، بيتا 2 بتوطي الضغط. فالابينفرين
لو اشتغل على الفا 1 يعمل فازو كونستريكشن، لو اشتغل على بيتا 2 يعمل فازو دايلاتيشن. فانت لما بتحرق الابنفرين لو حقنت 10 مولكيول، ها 6 راحوا للالفا 1 6 مثلا و4 راحوا للبيتا 2، الضغط هيعلى، الضغط هيعلى، بس في حاجه بت ايه ها بتفرمل شويه اللي هي انهي ريسبتور بيتا 2 مفرمله شويه. لما انت تقفل البيتا 2 كل الابنفرين هيشتغل على مين؟ يعني ال10 هيشتغلوا على الفا 1، يحصل ايه في الضغط؟ يعلى قوي الضغط. ده اللي انت قلت عليه اللي هو ان اوبوزد الفا اكشن. طيب انا حالي ابنفرين كويس؟ الابنفرين بيشتغل على الفا 1 بيعلي الضغط صح؟ لو اشتغل على بيتا 2 ده بيعمل فازو دايلاتيشن. فلو التو ريسبتور موجودين هفترض دول اشتغلوا على الفا 1 ودول راحوا اشتغلوا على بيتا 2 الضغط هيعلى؟ الضغط هيعلى لان الالفا 1 بريدومينانت الضغط هيعلى. لكن لو انا قلت امبرال او بروبرانولول ها ده ايه؟ مقفوله. كل دول اشتغلوا فين؟ اشتغلوا هنا. فالضغط يعلى ولا يعلى قوي؟ يعني هنا كانت البيتا 2 عامله ايه؟ مقلله شويه. اول ما تقفليها الضغط يعلى قوي. ادي التو دراج انتر اكشن مع الاندرال. مع الاندرال. يبقى ولا ليتوكين لوحده ولا ليتوكين ابنفرين. دراج الاكشن الثالث. لو العيان بتاعي بياخد تي سي اي تراي سايكليك انتي ديبريسنت ده وظيفته انه بيزود النور ابنفرين وبيزود السيروتون بيزود الحاجات دي لما ناخدهم في الانتي ديبريسنت. برضه في وجود ابنفرين في ريسك اللي يحصل ايه في الضغط؟ ممكن الضغط يعلى. ده ابنفرين وده كمان بيعلي لي النور ابنفرين ففي ريسك ان الضغط يعلى. يبقى انا عندي هنا في تو دراج انتر اكشن دول لازم يتعرفوا كويس. العيان اللي جاي بياخد اندرال هتدي ليدوكين خد بالك، هتدي ليدوكين ادرينالين برضه خد بالك. لو بياخد تي سي اي خد بالك ان التي سي اي في ريسك انه بيزود النور ابنفرين، فبرضه الابنفرين لو اتاخد مع تي سي اي برضه ممكن يحصل ان العيان ده ضغطه يعلى. دور الدراج انتر اكشن الكويس. اخر حاجه هقولها هو ازاي بتدي اللوكال انستيزيا. طبعا في اول طريقه اللي هي ايه سيرفيس، يعني ايه سيرفيس؟ ها؟ لا بتدي. في طبعا عندنا اللي هو انبوبه مرهم ليتوكين فانت بتدهن منها على الجلد. ده اسمه سيرفيس اناسيس. في حاجة اسمها انفلتريشن. انفلتريشن دي اللي هي بنشوفها مع السنان. انت عايز تخدر المنطقة دي. فبتعمل ايه؟ تقوم جاي هنا حائل حبة. جاي هنا حائل حبة. جاي هنا حائل حبة. فانت ممكن مع دكتور السنان ها يعمل ايه؟ يخش يحقن شويه وبعدين يشيل السلم وبعدين يحقن في حته ثانيه. دي اسمها انفلتريشن. فانت بتاخد المنطقه كده بتحاوط على المنطقه من كل ناحيه. في طريقه اشيك بس دي عايزه واحد عارف اناتومي صح. نيرف بلوك. يعني ايه نيرف بلوك؟ انت عارف النيرف بس اوعى تحقن ايه؟ مش في النيرف، جنب النيرف. فتقوم مخدر منطقة كبيرة. لو انت حقنت صح تخدر المنطقة دي كلها. ده اسمه نيرف بلوك. انت عارف ها الاناتومي فبتحقن جنب النيرف. في حاجتين طبعا، كان في حاجة اسمها انترافينس ريجيونال اناسيس بس الحقيقة دي خطر جدا ومبقتش تستعمل كتير. دي بيعمل ايه؟
يقوم جاي مركب اللي هو جهاز الضغط هنا ورافع الضغط شويه اكتر من الفينس بريشر، رافع الضغط ويحقن اللوكال انستيتيك. فاللوكال انستيتيك ايه؟ ها؟ يخدر كل المنطقه دي، وطول ما هو رافع جهاز الضغط فما بيخرجش. بس طبعا دي فيها خطوره جامده. يعني ما بقتش مفضله قوي في اللوكال انستيتيك، دي اسمها ريجونال انستيتيك. اخر طريقتين بقى، في حاجه اسمها سباينال وفي ابيديورال. السباينال اللي هو التخليل النصفي، اللي هو بتخش في السباينال كورد او تخش في السباينال، بتحقن فين؟ في السي اس اف. يعني بتحط السرنجه تنزل 3 سم او 4 سم من السي اس اف وتحقن ال 4 سم بتوعك. هو ليه لازم اعمل البالانس ده؟ عشان البريشر. السباينال بتخدر المنطقة اللي تحت كلها سنسوري ومور، وانت بقى هنا بيتحكم في الترابيزة. يعني العين ممكن يبقى مايل كده فبيخدر النص التحتاني، لو رفع الترابيزة شوية ها فممكن التخدير يطلع لحد فين؟ يطلع لحد بطن. يعني على حسب بقى ميل الترابيزة ممكن تتحكم في الليفل انستيزي. بس طبعا اوعى تميلها قوي تخش على الدايفراج، لا طبعا. فهي بتبقى بتتحكم دي سباينر. طلعنا بعد كده بقى حاجه اسمها الابيديورال. ايه الابيديورال دي بقى؟ دي اللي هي الولاده بدون الم. ايه الفرق بينها وبين السباينر؟ الابيديورال بتحقن في الكودا اكواينا، فانت هنا بتوقف سنسوري بس لكن ما بتوقفش الموتور. اي واحده بقى بتولد بتاخد اللي هي الابيديورال دي، بتبقى قاعده اليوتراين كونتراكشن شغال على اعلى مستوى وهي مش حاسه بيه، بس فمش حاسه بالالم، لكن ما بتوقفش الموتور فانكشن بتاعها. دي اسمها ابيديورال. وطبعا دي اللي حلت محل بقى النفس اوكسايد والكلام ده كله في اللي هي الولاده بدون الم. طبعا في كونتراكشن. طيب في اي سؤال؟ لا لا لا، انت ما بتعملش هنا في السي اس اف، بتعمل في الكودا اكواينا برضه. في اي سؤال؟ شكرا.